عمر، عمر اقعد يا اخوي اقعد. عمر ودي الفاي حق الموظفين، المدير يبين. انا سواق مو فراش. تكفى يا اخوي ترى معصب، واذا ما رحت بزفني. اوكي هات هات. عمر يبا يود الخير طير الساحة. أبوي وأمي ماتوا في حادث سيارة الله يرحمهم، كان عمري 15 سنة، عايشة مع أخوي. الأهل ساعدونا في البداية بس تالي تخلوا عنا، وأخوي ما رضى نعتمد عليهم. وين يشتغل أخوك؟ سواق في مكتب للشحن، هو اللي ساعدني اني اكمل دراستي، اكبر مني ب4 سنوات. بس انا اعتبره اكثر من اخ، اعتبره اب وصديق. كلميني عن احلام. وانت؟ انا ما تدرين اني احبك. ما سوينا شيء غلط. لما تطلعين مع واحد غريب دي مو غلط؟ ظنيتك تثق فيني. انا ما اثق فيه هو. انت على نياتك يا سلوى، واي واحد يقدر يقص عليك. بس انت ما تعرفه. سمعيني زين، هالآدمي لازم تنسينه، مالك اي علاقة فيه، لا هو ولا غيره. صار لي اسبوعين ما شفتك. تقوم تجيني البيت؟ انت اكيد يعني لازم اشوف اخوك. ايش تبي في؟ بقول له عنه، بخطبك. سلوى هدئي، ما بيصير الا الخير. بس انا خايف. لا تخافين، انا اقدر اقنعه. ما كان مفروض انك تجي البيت، ولا المفروض اني ادخل.
مو محتاجة شيء. انا خاطري مرة تعزمني في بيتكم. قلت لك انا ما احب ازور احد ولا احد يزورني. يا اخي انت ليش ما تصير اجتماعي؟ كيفي انا مرتاح هاللون. قص علي لا على روحك. مرتاح وما عندك مرة ولا عيال؟ اصلا اللي ما عنده مرة ولا عيال مو عايش في هالدنيا. لازم ترقد في المستشفى، حالتك صعبة. كم يوم؟ من 10 أيام لأسبوعين. ما أقدر دكتور، ظروفي ما تسمح. لكن صحتك دكتور، اكتب لي أي دواء استعمله. كل اللي كنت أفكر فيه إن إحنا بروحنا في هالدنيا، ما حد لنا، ما حد بيساعدنا أو يهتم فينا. كنت خايف عليك، وخايف تبتعدين عني. شلون كنت أقدر أعيش بدونك؟ كنت خايف عليك من الناس، بروحك بتكونين ضعيفة سهلة، أي واحد يقدر يكسرك وينهشك. فيك ساكتة لين متى بتظلين ساكتة؟ من هنا هني وانتي ما تكلميني، ما تشوف في عيونك غير الخوف والحزن. ما فكرتي ان اللي اسويه في مصلحتك عشان أحميك؟ أنا أخوك يا سلوى، أنا أخوك. كلميني، ساعديني. لا تكرهيني يا سلوى، لا تكرهيني، أنا محتاج لك.
عامر فر يومين ما يشغل، ما تريش فيه. لا والله سلام مات. ليش ما تمر علي البيت وتسأل عنه؟ ودي بس ما أعرف عنوانه. روح عند المحاسب وخليه يراجع ملفه، أكيد عنوانه مسجل عندنا. أبيك تمر عليه وتشوف إيش فيه. عمر 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 عمر